هناك قرارات مهمة وشعب البحرين يستاهل أكثر من ذلك، لكن هذه القرارات هي قرارات مرحلية ونطمح للأفضل دائما. القرارات المهمة أولا تخص فئة المتقاعدين، تم التوافق مع الحكومة ومجلس الشورى على أن تكون هناك زيادة في رواتب المتقاعدين بمقدار 40 دينار لكل متقاعد، يقل راتب عن 1500 دينار وتصرف بأثر رجعي من يناير، حيث أن يكون المبلغ اللي ينزل في شهر 6 240 دينار. وهذا يعتبر يعني إنجاز يحسب لمجلس النواب والحكومة ومجلس الشورى، أن ساهمنا في تعويض المتقاعد عن وقف زيادة 3% وتحسين مستوى المعيشة. أيضا الموظفين الحكوميين ما نسيناهم، أيضا هناك 40 دينار ستصرف شهريا لكل موظف حكومي و35 دينار أخرى للموظفين الآخرين في علاوة تحسين المعيشة. أيضا بالنسبة حق المعاقين الإعاقة الشديدة، وافقت الحكومة وتوافقت مع اللجنة على أن يكون المخصص الجديد 200 دينار بدل 100 دينار. ولم ننسى القطاع الخاص، ستكون هناك مبادرات عديدة للتوظيف ودعم رواتب البحرينيين في القطاع الخاص، خاصة لأصحاب التخصصات مثل المحاسبين، الموارد البشرية، المهندسين. ستطلق مبادرات عديدة عبر تمكين لدعم الرواتب والتوظيف. لدعم البحريني في القطاع الخاص سيكون هناك رفع لرسوم سوق العمل على الأجانب، بحيث يكون البحريني هو الخيار الأفضل للتاجر وللقطاع الخاص للتوظيف. كل هذه المبادرات تم التوافق عليها الحمد لله، وسأعتقد سنناقشها في الجلسة المقبلة ونقرها بسرعة المقبلة.